كنتمنى تكونوا لاباس عليكم بصحه جيده. ما تنساوش تابوناو وفلاشين باش يوصلكم جميع الفيديوهات ديالي، وتخليوا لي الاسئله ديالكم في لي كومونتير وانا غنجاوب عليها يا اما في لي كومونتير يا اما غنبقى ندير لكم فيديوهات الا كانت الاسئله كثيره. المهم البنات، اليوم غادي نهضر لكم وغادي نتعمق لكم في الموضوع ديال تسمم الحمل، لان كانت عندي فيه تجربه في الحمل الاول ديالي. هذا الفيديو هذا غنديرو لحقاش كاينين بزاف ديال التساؤلات على هذا الموضوع، كاينين بزاف 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 ديال التساؤلات، وهذا شي حاجه طبيعيه لانه مرض خطير وصعيب التعامل معاه. والبنات اللي كان عندهم كيبغيو يشوفوا الامهات، يعني كيبغيو يشوفوا يسولوا ويعرفوا الراي ديال البنات الاخرين اللي كان عندهم تسمم الحمل واللي حملوا المره الثانيه. انا البنات غادي نعاود لكم التجربه ديالي. انا كان عندي كما قلت لكم في المره الاولى، ولكن دابا انا حامله المره الثانيه. ولكن قبل ما نحمل المره الثانيه، يعني ما حملتش حتى بريت كل شيء، يعني بريت سيكولوجيكمون، ماشي غير بريت حيت ما بقاتش فيا طونسيون، ما بقاتش فيا، لا بريت سيكولوجيكمون، حيت هذا المرض هذا كيخلي بزاف ديال كتبقاي يخلي كتفكري بزاف، كتقولي واش نقدر نحمل المره الثانيه، واش نقدر ما نحملش، واش غيتعاود معايا، وكتكون فيك الخلعه كتخافي لا يتعاود معاك المره الثانيه. والعدو، يعني العدو ديالك والصديق ديال هذا المرض هي الخلعه، لانها كدير لك ستريس، والستريس ما مزيانش لهذا المرض اللي هو تسمم الحمل. اول حاجه انا قبل ما نحمل كنت ما قلت لكم خديت الوقت الكافي حتى بريت سيكولوجيكمون منه، يعني حتى وليت مستعده قلت صافي هادشي مهم ترا داز فات، صافي ما بقاش فيه داك ستريس مازال. المهم واستشرت مع بزاف ديال الاطباء وتبعت وطبقت جميع النصائح ديالهم، وكنت كنتسائل كنطرح الاسئله على راسي، واش هاد النصائح اللي عطاوني نطبقها، واش غيمكن ليا نطبقها ولا لا. ملي عرفت راسي يمكن ليا نطبقها عاد حملت المره الثانيه. اول حاجه كما قلت لكم الوزن 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 الوزن، يعني انا كنضغط على هاد الوزن هذا لانه هو المشكل الرئيسي ديال لابريكلومسي ديال لا طونسيون. كما قلت لكم انا زدت 25 كيلو في الحمل الاول ديالي، ولي انا حيدتها عليا من بعد يعني ملي ولدت درت سبور درت الريجيم، حيدت عليا 25 كيلو اللي زدت ورجعت للوزن ديالي الاول قبل ما نحمل المره الاولى. هذه هي النصيحه الاولى اللي عطاني الطبيب ديالي ولا غادي نعطيكم، يعني ما تكون حاولوا ما امكن حيدوا عليكم دوك الكيلوات اللي زدتو عاد حملوا المره الثانيه. ثاني حاجه خص الطونسيون ما تكونش مازال، يعني ما تكونش طالعه بزاف، تكون يعني كلشي يدخل في لوغ كلشي عادي عاد حملي المره الثانيه. ثالث حاجه خصك تحاولي ما امكن ديري الريجيم، يعني الغلظ يعني الماكله، الغلظ كيجيبو حتى ستريس، كتجيبوها كيجيبو بزاف ديال الحوايج، ولكن الريجيم ضروري، لان كما قلت لكم ما كاينش غير تسمم الحمل اللي يمكن لنا نتعرضوا ليه في الحمل ديالنا، كاينين بزاف ديال الامراض اللي منها السكر ديال الحمل، اللي انا فيه في الحمل الثاني ديالي عندي تشفوا عند الاطباء اللي عندي السكر ديال الحاملين، راه خليت لكم فيديو اللي هضرت لكم في هذا الموضوع هذا. المهم بالنسبه للاكل والسبور، ماشي حيت حامله ما يمكنش لك ديري سبور، قبل ما ديري اي حاجه ضروري تستشري مع الطبيب ديالك واللي هو يعطيك الحلول ويقول لك ها شنو غديري، واش يمكن لك ديري هذا السبور هذا ولا لا. القليله القليله هي انك خصك تمشي تمشي، بقى تمشي ديري على الاقل نص ساعه ديال المشيه في النهار، ديريها في الصباح ديريها في العشيه وقت ما. المهم نظمي، يكون عندك واحد النظام في الفتره ديال الحمل ديالك خصك تنظميه وتطبقيه، لان نظمو شي حاجه ولكن نطبقو حاجه اخرى اللي هو خصو يتطبق. ديري 30 دقيقه على الاقل في النهار يوميا، ماشي لا اليوم ما فيا ما يتمشى، ماشي ديك المشيه ديال غير كندور غير كنشوف كندور في الحوانت كنشوف شنو كاين شنو ما كاين، لا المشيه ديال الرياضه خصك تخرجي تلبسي حوايج ديال الرياضه وتمشي نص ساعه. هذه غديريها لمده الحمل ديالك كامله، اللي انا كنديرها في الحمل ديالي الحالي، يعني كنتمشى 30 ساعه في النهار. ومن بعد كاين الريجيم، وكما قلت لكم خاصك تشربي اسبيجيك نوريسون، راه هضرت لكم عليه في الفيديوهات الاخرين. الاسبيجيك نوريسون انا قال لي الطبيب ديالي خصك تشربيه من البدايه ديال الحمل، كنشربو واحد في النهار هو كيجري الدم. المهم اليوم غنهضر لكم بالخصوص على الاكل.
بالنسبه للاكل ماشي حيت غادي ندير ريجيم غادي يقتلني الجوع، ماشي حيت غندير ريجيم ما غناكل والو، ماشي حيت غندير ريجيم غنضر الجنين ديالي، لا العكس. الا درتي الريجيم هادشي غيساعدك انت وغيساعد الطفل ديالك، لانك تاكلي ماكله متوازنه خصك تنظمي الاكل ديالك. انا كما قلت لكم الاطباء خرجوا لي بزاف، عطوني بزاف ديال كما كتشوفوا هنا كاينين الوراق ديال شنو خصني ناكل شنو خصني ما ناكلش، يعني ديال الريجيم انا هادشي متبقاه بالحرف. اول حاجه حيد عليك السكر، السكر ما عنده باش غينفعك في الحمل ديالك، نقصيه. انا حيدتو حيت عندي السكر الحامل، ولكن حاولي ما امكن نقصيه. داك السكر اللي كيتزاد في اتاي حيديه، حاولي تشري غير دانون مسوس، حاولي ما امكن حيدي عليك السكر نقصيه، ماشي ضروري تحيديه. انا حيدتو حيت عندي مرض السكر ديال الحاملين، ولكن انت الا بغيتي غير تفادي تسمم الحمل حاولي غير نقصي السكر، ولا استشري مع الطبيب ديالك ولا يقول لك واش يمكن لك تحيديه ولا تخليه ولا كيفاش تعاملي معاه. المهم الا حيدتي ما يضركش. خصك تحاولي كما قلت لك يكون الغذاء ديالك واحد الاكل اللي هو إكيليبري، يعني خصك في الفطور تاكلي شويه ديال الخبز ولا غير ربعات على بسكوت وشوي مع شويه ديال الزبده ولا شويه ديال الفرماج، تاكلي تشربي يا اما قهوه يا اما اتاي يا اما حليب على حسب شنو كتشربي، وتاكلي واحد دانون، حاولي ما يكونش بالسكر وصافي. يعني الفطور ديالك خصو يكون غير شي فطور اللي هو كما كتشوفوا معايا هنا، يعني متوازن. الغداء وكذلك، الغداء خصك تاكلي يوميا، تاكلي يا اما اللحم يا اما الحوت يا اما البيض، هاد ثلاثه د الحوايج خصك ضروري تاكليهم في الغداء وفي العشاء، يا اما اللحم يا اما الحوت يا اما البيض. يعني اللحم كنقولو الدجاج، كاين اللحم الغنمي، كاين المعزي، كاين المهم اللحم اللي بغيتي تاكليه. الا ما كليتيش اللحم كولي الحوت، الا ما كليتيش الحوت كولي البيض، لان هاد ثلاثه هادو فيهم البروتين وضروري خص المراه الحامله تاكلهم. ولكن ماشي تاكلي نص كيلو ديال اللحم، خصك تاكلي غير بالعبار، يعني غير شويه غير واحد طريف منهم، وتاكلي الخضره بزاف. الخضره ما كتضرش نهائيا، الخضره فتكون مهمه تاكليها في الغداء وتاكليها في العشاء. يعني ديري اللوبيا خضره مسلوقه، ديري خضره مسلوقه، ديري بطاطا مسلوقه، ديري خيزو مسلوق، يعني الخضره المسلوقه ما كتكونش مدمه وكتكون صحيه. يعني ماشي ضروري، يمكن لك ديري طويجين فيه شويه اللحم فيه الخضره طوا مزيان، ديري المهم الخضره مزيانه بزاف، خصك يوميا تاكليها في الفطور في الفطور لا تاكليها في الغداء وفي العشاء ضروري. يعني الخضره كما قلت لكم تاكلي فيها القدر اللي بغيتي، الا كنتي يعني كليتي ومازال فيك الجوع يعني خضره كلي فيها قد ما بغيتي، ما كاينش مشكل، ما غاديش تضرك نهائيا. وبزاف الخضره المسلوقه خصك تاكلي يا اما عدس يا اما لي بات يا اما الرز، شي حاجه من هذو خصك تاكليها، يا اما الخبز، يعني خصك تاكلي منهم شويه ماشي تاكلي بزاف. الخبز حاولي تنقصيه ما امكن، كما قلت لكم في الفطور خصك عندك الحق غير في الرابعه ديال الكميره ولا غير تاكلي بسكوت ولا وفي الغداء وكذلك خصك تحاول، يعني في الغداء عندك الحق، انا قالوا لي عندي الحق غير في 80 غرام ديال الخبز. يعني الا ما كليتيش هذا الشيء عندك في هاد 80 غرام ديال الخبز عندك فيها الحق، غير الا ما كليتيش داك العدس واللوبيا، العدس تاكلي في كيلو، المهم لي بات الروز هاد الشيء الا ما كليتيش يمكن لك تاكلي 80 غرام ديال الخبز، وتاكلي يا اما شويه ديال الفرماج ولا واحد دانون. يعني هاد الاكل هذا ايكيليبري ما غيضركش نهائيا، وبالعكس ما غيخليش الوزن يتزاد فيك بزاف، يعني الوزن تاعك يكون مستقر وصحي، لا بالنسبه لك لا بالنسبه للطفل ديالك. وبالنسبه للعشاء وكذلك بحال وبحال الغداء، غتاكلي شويه الخضره، الخضره كما بغيتي، غتاكلي يا اما اللحم يا اما كليتي اللحم في الغداء كولي كولي في العشاء، ديري بيضه مسلوقه، ديري شي حاجه، ديري اومليت، ديري دجاج، ديري المهم عطا الله ما يدار مع الخضره، بزاف ديال الخضره، وكولي شي شويه ديال الخبز ولا ديري شويه ديال الرز. المهم كاين بزاف ديال يعني كاين بزاف ديال الحلول، انا كنخلي لكم بعض المرات في لاشين ديالي شنو كناكل، يعني الا بغيتو تطبقوهم بعض المرات انا كندير غير دي سالاد، كندير خيزو محكو، كندير لوبيا خضراء مسلوقه، كندير بطاطا مسلوقه كنضيفها بعض المرات شويه، يعني حتى البوارو كنديرو كنطيبو في الماء كنسلقو في الماء حتى هو، ولا كندير الحوت مع شويه ديال الرز
ولا كندير الدجاج مع الخضره. المهم كاين بزاف ما يدار، وهذاك الشيء يكون يعني تاكلي دائما داك الزانو ولا شويه الفرماج، تاكلي يعني خصك شي يكون منظم. هذا هما الاسرار ديال الاكل الكيليبري، وهاد لي ليست هادو راه تلقايهم غير في الانترنيت، يمكن لك تامبريميهم. المهم انا غنوريهم لكم، وانتم الا بغيتو تطبقوهم تطبقوهم، الا كنتم مهتمين عليهم غديروا لي بوز في الفيديو وغتشوفوهم. ولا جاب الله داك انا غنخليهم لكم في ديسكريبسيون، انا غنكتب لكم كلشي في ديسكريبسيون وانتم غتشوفوا. يعني هذا هو السر ديال لا بريكلونسي. للاسف الشديد الا كانت كتاب تعاود راه غتعاود يعني، ولكن انا كان قال لي الطبيب ديالي الا ما غلطتيش ما يمكنش تعاود، يعني الا حاولتي ما امكن ما تغلطيش لا بريكلونسي ما غاديش تعاود. اشنو غنقول لكم مازال؟ سبور ضروري، ستريس حاولي ما امكن ستريس ما يكونش عندك، يعني اي حاجه غادي تبرص لك راسك حيديها عليك. عيشي الحمل ديالك يعني في واحد الجو اللي هو كيفاش نقول لكم، ما يكونش فيه المشاكل، ما يكونش فيه ستريس، ما يكونش فيه الضغط. حاولي ما يكونش عندك هادشي كامل باش الحمل تاعك يكون بخير. يعني خصك تفكري في الصحه ديالك هي الاولى وفي الصحه ديال ولدك. يعني ما بقاتش تدي في خاطرك اللي سمعتي شي حاجه قبل، الا كنتي سمعتي شي حاجه ما عجباتكش ولا كضرك دخل من هنا وتخرج من هنا. يعني خصك ما بقاش ما ديري في خاطرك حتى شي حاجه، وهذا الشيء خصك تفكري فيه مزيان. وبالنسبه يعني ممكن تحملي للمره الثانيه ما تخافيش، واخا كان عندك تسمم الحمل الخطير في المره الاولى ممكن تحملي المره الثانيه. وبالنسبه للبنات اللي كيطرحوا اسئله على الفاكسان ديال الكوفيد، واش يمكن ليا نحمل وانا دايره الكوفيد دايره الفاكسان ديال الكوفيد؟ يمكن لكم تحملوا. انا كنت دارت الفاكسان الاول، درت فايزر ودرت الفاكسان الثاني فايزر، ومن بعد حملت. يعني ما كاينش حتى شي مشكل، يعني هذاك غير كذوب الناس اللي كيقولوا لا اللي دار الفاكسان ما كيولدش، داكشي كلشي ماشي بصح. لان انا درت الاول ودرت الثاني، درته في شهر 8 2021، وانا حملت في الاخر ديال 2021. يعني ما كاينش ماشي بصح، ما تخافوش من الفاكسان، ما كيديرش العقم. المهم البنات انا غنخليكم ما غنطولش عليكم بزاف. الا عندكم اسئله ما تنساوش تخليوها ليا في لي كومونتير، وتوكلي على الله كلشي ممكن. كما قلت لكم خصك ديري يدك في يد الله وتقولي الا كانت الحاجه مكتبه راه مكتبه وما يمكنش نهربوا منها. يعني غير مكتب الله كيتصرف، يعني ماشي نقول لا غيتعاود، لا خصني ما نحملش حتى تعاود. شتي الا كنتي قلتي لا راه ما خصنيش نحمل حيت غيتعاود، راه الا كان مكتبك تحمل المره الثانيه غتحملي، الا كان مكتبش راه ما مكتبش، الا كان مكتب يتعاود معاك المرض راه غيتعاود. يعني كلشي بالمكتوب بالمكتب. خصك تطبقي هاد النصائح اللي عطيتك، لاني انا عندي تجربه وكاينين بزاف الامهات في يعني اللي عندهم تجارب كيشاركوهم معنا، والاطباء كينصحوا النصائح اللي كيعطيوها الاطباء. والطبيب ديالك الا كان عندك تسمم الحمل في المره الاولى و يعني كيتبعوا معك مزيان في المره الثانيه، يعني ما تخافي من حتى شي حاجه. البنات اللي اول مره بغا يولدوا وما كانش عندهم هذا المرض وخايفين منه، يعني ما كاينلاش تخافوا، ما كاينلاش ديروا ستريس في راسكم، كتفكروا في شي حاجه اللي يمكن يعني 99% ما غاديش تجيكم. خص ما تبقاش ديروا، ما تبقاش تخلقوا الامراض. الحاجه حتى تكون فيك عاد تعاملي معها، ما بقاش تقولي لا يقدر يكون فيه هذا المرض، لا يقدر يكون فيه هذا. لا، عيشي الحمل تاعك طبيعي بلا مشاكل بلا حتى شي حاجه بلا ستريس. الحاجه حتى كتجي عاد تعاملي معها، ولكن عندكم الصح خصكم تردوا البال، غير تطبقوا النصائح عطيتكم ديال الريجيم ديال الماكله ديال حاولوا ما تغلطوش بزاف. المشيه في الحمل ديالكم، ما يكونش عندكم ستريس في الحمل ديالكم، وراه كلشي غيكون مزيان. البنات كنتمنى هذا الفيديو تستافدوا منه ويكون وكيجاوب على الاسئله ديالكم. كنقول لكم بسلام عليكم، تهلاو فراسكم، وما تنساوش تابوناو باش يوصلكم الجديد. السلام عليكم.